أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية التي تخدم الحياة في وقت أكدت فيه عدم وجود أي اتجاه لخفض الدولار الجمركي. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية غازي حسين عن انتشار عدد من الشائعات برفع السلع رفع الدعم عن السلع وخفض الدولار الجمركي، وأشار إلى أن ذلك يؤثر على سير عملية الموازنة التي يجري إعدادها، وأكد الاستمرار بدعم القمح والمحروقات والأدوية بجانب عدد من السلع الرئيسية لتخفيف أعباء المعيشة. انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثاني اجتماعات وزراء مياه السودان ومصر وأثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي. وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة تسير في الطريق الصحيح، ووصف في تصريحات قبيل بدء الاجتماع اجتماع أديس أبابا الذي عقد قبل أسبوعين وصفه بالمثمر، وأعرب وزير الري عن تفاؤله بإحراز النقاشات الفنية التي تتواصل في القاهرة على مدار يومين تقدما ملموسا. حذر الخبير والمستشار الزراعي حامد عبد اللطيف من فقد السودان للأسواق الخارجية التي يصدر إليها محصول الفول السوداني عقب القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بإيقاف الصادر. وقال حامد إن جملة من الأضرار تترتب على قرار وقف الصادر أبرزها كساد الأسواق وتدني الأسعار للكميات الكبيرة المنتجة من هذا المحصول والتي تصل إلى مئات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق حاجة الاستهلاك المحلي من الزيوت، منبها إلى دخول المنتجين في خسارة كبيرة بتدني الأسعار، لافتا إلى أن إنتاج المحاصيل التي تنتج في مناطق الإنتاج المطري التقليدي يتم دون أدنى مساعدة من الدولة. وقع صندوق النقد العربي ووزارة المالية السودانية وثيقة تأييد القروض المبرمة بينهما بقيمة إجمالية قدرها 180 مليون دولار، وتتضمن مساعدة السودان بالدعم الفني والتدريب وتطوير الأسواق. ونصت الوثيقة أيضا على استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70 مليون دولار وآخر تعويضي بمبلغ 110 ملايين دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية بالبلاد. حذر اتحاد المخابز من فجوة في دقيق الخبز قد تتسبب في خروج عدد من المخابز بولاية الخرطوم من الخدمة، بينما عزا خبير اقتصادي الأسباب إلى تهريب بعض أصحاب المخابز دقيق الخبز المدعوم للسوق وبيعه بأضعاف أسعاره المقررة. وقال الخبير أسامة محمد سعيد إن بعض أصحاب المخابز لا يقومون باستخدام كل حصته من الدقيق المدعوم ويقومون ببيع كميات منه في السوق عوضا عن ذلك، مشددا على ضرورة خلق شراكة قوية بين المحليات ولجان المقاومة بالأحياء. أثبتت تجارب زراعية طبقت بمشروع أبو حبل الزراعي فعاليتها في زيادة الإنتاج المحصولي هذا الموسم، ووصل إنتاج الفدان من محصول الذرة إلى نحو 20 جوال، وهي إنتاجية غير مسبوقة تحققت بفضل الشراكة بين القطاع الخاص وإدارة المشروع. وأعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي الذي دشن بداية عملية حصاد المشروع أن الموسم القادم سيشهد تحول المشروع إلى مشروع للأمن الغذائي بالبلاد. رهان الخبراء على نجاح الموسم الزراعي الحالي من واقع المعدل المرتفع للأمطار والتأسيس الجيد للمحصولات بدأ واقعيا في ختام الموسم. إنتاجية غير مسبوقة لمحصولي الذرة والقطن بعد تدخلات شارك فيها القطاع الخاص بتوفير التمويل وبعض المدخلات الزراعية، فانتقل المزارع من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج التجاري. الزراعة ما تقليدية، بقت زراعة حاجة تانية. فنحن زمان كان عندنا المخمس أو الفدان بدينا 3 شوالات، هسه ما شاء الله يعني نحن متوقعين للفدان 20 شوال عيش. يمكن لأول مرة نبدأ اللقيت في هذا الشهر، والعوامل التي ساعدتنا من تحضير وإنتاج وزراعة مبكرة وتمويل في وقته وكافي كان لإنتاج هذه النتية. ما تزال هناك مساحة واسعة بذات الخصوبة على امتداد مشروع أبو حبل الزراعي تنتظر من إدارة المشروع طرحها للاستثمار بنظام الشراكة الإنتاجية بين المزارعين والقطاع الخاص.
المنطقه دي نحن حنضيف فيها ان شاء الله الفيجن بتاعتنا او الرؤيه بتاعتنا. ان شاء الله نحن حندخل في مساحه 3000 فدان في المنطقه، وننظم نشاط الكمائن في هذه المنطقه. وهذه التوسعه نتيجه لاهتمام حكومه الولايه والحكومه الاتحاديه بدعم المشروع، ونتمنى ان شاء الله لننتشر افقيا وراسيا لنحقق الامن الغذائي. هذه نماذج تم عرضها للاحتفال باعياد الحصاد، لكن مواقع اخرى بالمشروع تنتج الخضروات وزهره الشمس وانواعا اخرى من المحاصيل، تضاعف انتاجها هذا الموسم بفضل التدخلات التي تمت. كل المشاريع اللي هو الخصانه في الولايه، وخاصه مشروع خرب حبل في جميع محاصيله من الذره وإلى القطن وإلى الطماطم وإلى جميع الخضروات الأخرى، كان موسما ممتازا. وهذه هي النماذج التي من أجلها يزداد الإنتاج وتزداد الإنتاجية وارتفع الاقتصاد بالنسبة للسودان. الحكومة المركزية وبعد وقوفها ميدانيا على التجربة تبنت اتجاها لتحويل المشروع إلى مشروع للأمن الغذائي وعرضه للاستثمار واستصلاح كل الأراضي حوله لتعزيز وتنويع منتجاته. نحن زرنا منطقة برهد بدكنة وقدموا لنا نموذج حيوي، ولاحظنا الإنتاج الوفير للفدان الواحد اللي هو اللي كان يساوي 3 جوال الآن يساوي 20 جوال، وهذه واحدة فعلا من المكاسب الكبيرة جدا، واحدة من الحاجات اللي يعني بتؤدي فعلا لأنه هذا المواطن أنه يتدافع نحو الزراعة ونحو الإنتاج، وده نموذج حيوي وشفناه وأم عيننا. ما قدم من نماذج ناجحة للزراعة المبتكرة يعد تجربة مختلفة توفرت لها جهود متآزرة وأرضية صالحة للإنتاج، فكان حصادها خيرا وفيرا فاق كل التقديرات. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، شمال كردفان، مشروع أبو حبيل الزراعي.